أحيت الأزمة الروسية الأوكرانية ثنائية المصائب والفوائد بأوسع معانيها. لقد خدمت هذه الأزمة بتداعياتها بشكل مباشر اقتصادات البلدان المصدرة للمواد الطاقية، وأضحى كثير منها بديلاً عن اضطرار لا عن اختيار للبلدان التي أقفل دونها صنبور روسيا الطاقي. ضمن هذه البلدان نلمس حضوراً قوياً لتلك المنتمية لمنطقة الخليج، قطر مثلاً، واستثماراً منها للظرفية يقوم أميرها الشيخ تميم بن حمد بجولة أوروبية كانت أولى محطاتها إسبانيا، سعي لتعزيز الحضور القطري في سوق الغاز الأوروبية من خلال التفكير في إحداث بنية تحتية للنقل الطاقي بين البلدين من قارة إلى أخرى. مد أنابيب الغاز من قطر إلى أقصى القارة الأوروبية بديل له إيجابيات كثيرة، سواء بالنسبة للضفة الشمالية أو الجنوبية للحوض المتوسطي، لكنه مد مكلف كما يرى محمد رجاء بركات الخبير بالشؤون الأوروبية. لهذه الزيارة أهمية قصوى، وذلك لأنها تأتي في الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الحصول على بدائل للغاز والنفط الروسي. كما تعلمون قررت تلك الدول ضمن إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وقف استيراد خاصة النفط الروسي حتى نهاية هذا العام، وكذلك يتم التحدث الآن عن احتمال وقف استيراد الغاز من روسيا وتوفر البدائل. حتى الآن ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، من ناحية يجب التوقيع على عقود مع خاصة دول كقطر. قطر الآن موقع على عقود طويلة الأجل مع العديد من الدول والشركات التي تستورد الغاز القطري، وأيضا يجب أن تتوفر البنية التحتية لدى الدول التي تريد استيراد الغاز القطري. وفي حال بناء بنية تحتية وإعداد بنية تحتية خاصة في إسبانيا بالطبع سيكون من الممكن للدول المجاورة لإسبانيا والموجودة على الشاطئ الآخر لحوض البحر المتوسط بإمكانها الاستفادة من هذا الغاز، ولكن كل ذلك يعتمد على إعداد البنية التحتية القادرة على استقبال واستلام هذا الغاز القطري. إذا أخذنا إسبانيا مثلا للتجارة الطاقية الأوروبية القطرية، تكشف الأرقام أن الإمارة الخليجية تعتبر حاليا خامس مورد لإسبانيا للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة، الجزائر، نيجيريا ومصر. وشكل الغاز المستورد منها 4.4% من إجمالي الواردات الإسبانية إلى غاية أبريل المنصرم وفقا لمعطيات رسمية إسبانية. وبحسب مدريد يمكن أن تزيد هذه النسبة بالنظر إلى القدرات الإنتاجية لقطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات غاز في العالم.